لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة السبت 23 مارس، والنهاردة القمر موجود في برج العقرب من الساعة 4:15 الفجر. عندنا كمان الشمس موجودة في الحمل، وأورانوس والمريخ في التور، والمشتري في الكوس، وزحل وبلوتو في الجدي، وفينوس في الدلو، ونبتون في الحوت. عندنا كمان عطارد مازال بيتراجع في برج الحوت. وعندنا النهاردة حالة تنافر فلكي، القمر اللي موجود في العقرب يتنافر مع أورانوس اللي موجود في التور. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم في تنافر فلكي في منازل المال. ده يخليني أقول لمواليد الحمل النهاردة يوم مش مناسب للمغامرة ماليا. مهم جدا ان انتوا تحترسوا في اتخاذ قرارات مالية. تاخدوا بالكم النهاردة يوم مش مناسب عموما للبيع وللشراء او لاتخاذ قرارات مهمة في الامور المالية. نروح بعد كده لبرج التور. مواليد التور النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد التور النهاردة ان هم يتحكموا في اظهار عصبيتهم، ويحاولوا يشوفوا الجوانب الإيجابية في الطرف الآخر سواء كان شريك حياة أو شريك في العمل. النهاردة ممكن يكون مواليد التور جواهم كده ثورة على شركاء العمل أو شركاء الحياة، عشان يهدوا بس يحاولوا يشوفوا الجوانب زي ما قلت الإيجابية. كمان مطلوب من مواليد التور النهاردة إن هم ما يغامروش ماليا، وياخدوا بالهم في توقيع الأوراق والعقود، وكمان ياخدوا بالهم في قيادة السيارة وفي الحركة عموما حفاظا على سلامتهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل الصحة. ده يخلي مواليد الجوزاء عن يعني طاقتهم قليلة، يميلوا للتكاسل، فمهم جدا ان هم يهتموا اكتر بصحتهم، ويهتموا بانهم ياخدوا قسط وافر من الراحة. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيديهم طاقة عاطفية حلوة، ويعرفوا يعني يحققوا توافق وتواصل أفضل مع اللي حواليهم. ورغم الضغوط أنا بشوف إن كمان في الشغل، رغم إنه الشمس في وضع معاكس معاهم مهنيا، لكن أشوف إن وجود القمر النهاردة في وضع داعم ده بيديهم إصرار وروح مثابرة بتساعدهم ان هم يوصلوا لأهدافهم ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، وبقول مواليد الأسد هو القمر معاكس معهم مهنيا. هعيد برج الأسد. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة القمر عندهم في وضع معاكس، والقمر معاكس معاهم عائليا واجتماعيا. مهم جدا أقول لمواليد الأسد النهاردة أنه حاولوا أن أنتوا ما تستسلموش للذكريات المؤلمة، ولأنكم بتميلوا كتير النهاردة لاسترجاع ذكريات حزينة ومؤلمة أو لخبرات مضايقاكم. فمهم أن أنتوا حتى لو استرجعتوا الماضي أن أنتوا تستفيدوا من الماضي عشان يعني في المستقبل ما تقعوش في نفس الأخطاء. كمان النهاردة مطلوب من مواليد الأسد أن هم يدوروا دايما عن الأفكار الإيجابية عشان ما يدخلوش في أي صدام، يعني يتقبلوا، يحاولوا يكونوا حسنين النية، يعني لما حد يتكلم معاهم ما ياخدوش المواضيع بصورة سلبية عشان ما يدخلوش في أي صدام في نطاق العيلة أو على الصعيد الاجتماعي. بالنسبة للأسد كمان وجود المريخ في وضع معاكس مهنيا ده يخليني أقول برضو لمواليد الأسد مهم جدا أن أنتوا تكونوا مستعدين للعمل بخشونة، وأن أنتوا تحاولوا تحموا نفسكم من أي مكائد. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وبشوف ان مواليد العذراء عندهم حظ رائع اجتماعيا وعائليا،
وعندهم شعور بالسعادة ولباقة ودبلوماسية، يعرفوا يوطدوا علاقتهم بكل اللي حواليهم، ممكن يقضوا أوقات حلوة مع الأهل ومع الإخوات ومع الأحباب. يعني الحظ إلى حد كبير بيحالفهم إن شاء الله على كل الأصعدة. هي بس لو متجوزين بقول لهم بس يحاولوا يكونوا يعني مرنين مع شركاء الحياة، لكن عموما القمر بيساعدهم كتير انهم يكونوا لبقين. نروح بعد كده لبرج الميزان. مواليد الميزان النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، وده بيخليهم يميلوا جدا للتبذير وللتسرع في اتخاذ قرارات شرائية. مهم جدا اقول لمواليد الميزان حاولوا تحطوا ميزانية وتلتزموا بيها وما تتخطوش الميزانية اللي انتوا حاطينها مهما كانت الإغراءات. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيساعدهم ان هم يفرضوا ارادتهم زي ما هم بيحبوا يفرضوا سيطرتهم وارادتهم. هيكون النهاردة الظروف تسمح ليهم بكده، وكمان هيكون عندهم سحر وجاذبية جدا، وده يساعدهم ان هم يحصلوا على كلمات الاعجاب. وعموما العقرب يعني ممكن يكونوا بيظهروا تواضع، فهو يمكن تواضعهم ده يخلي العيون تلتفت ليهم اكتر ويعجبوا بيهم اكتر. فالمهم مواليد العقرب تحافظوا على التواضع اللي بيخلي الناس تعجب بيكم، ما تخليش كلمات الاعجاب تخليكم تتغروا. لكن عموما الناس هتعجب بيكم وخصوصا الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل الصحة، ومواليد القوس بيخططوا النهاردة يميلوا للتخطيط في صمت، وده أو التأمل في صمت، وده هيساعدهم كتير إن هم يتوصلوا لمعلومات مهمة. ونصيحتي لمواليد القوس ان هم فعلا يحافظوا على العمل في سرية وكتمان، ويحافظوا على تجنب الاضواء ويتجنبوا الظهور ان امكن، عشان يعرفوا يوصلوا لاهدافهم. مهم كمان يتجنبوا الزهو والفخر بنفسهم وبانجازاتهم. كمان نصيحة هقولها للقوس النهاردة، انه النهاردة يوم مناسب انكم تهتموا اكتر بصحتكم وما تهملوش اي عارض صحي. نروح بعد كده للجدي. ومواليد الجدي النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، والفلك بيدعمهم، القمر في منزل المشاريع والاصدقاء، يعني اجتماعيا ممكن يقضوا اوقات حلوة مع الاصحاب، ومهنيا هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم او يقوموا بمشاريع ناجحة او نشاطات ناجحة. وعندهم كمان تبادل فكري رائع مع اللي حواليهم، ويعرفوا يحصلوا على دعم الناس ليهم سواء اجتماعيا او مهنيا. نروح بعد كده لبرج الدلو. ومواليد الدلو النهاردة للأسف القمر في وضع معاكس معاهم مهنيا واجتماعيا، ومطلوب من مواليد الدلو يكونوا النهاردة أكثر تسامحا، ويحاولوا يتحكموا في غضبهم وما يس يعني لل ما يستسلموش للاستفزاز. لكن طبعا لازم يحموا نفسهم من اي مكائد، لان القمر معاكس مهنيا، فممكن يكونوا معرضين لمكائد. مهم ان هم يكونوا على استعداد للعمل بخشونة عشان ما يتمسكش عليهم اخطاء. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، ده بيديهم الحظ على كل الأصعدة. النهاردة وبكرة من أفضل الأيام بالنسبة لبرج الحوت، فيحاولوا يستغلوا اليومين دول. عندهم الحظ زي ما قلت على كل الأصعدة، ماليا يقدروا يحققوا مكاسب مالية، لو عملوا أي عمل بيقوموا بيه هيحققوا فيه نجاحات هايلة، فما يكسلوش النهاردة وبكرة، يومين هايلين. كمان لو عاوزين يزودوا معلوماتهم، عندهم حب للمعرفة، عندهم قدرة على تحقيق التطور، هيعرفوا يستغلوا الظروف كويس ويحسنوا يعني التصرف.
لو بيتعاملوا مع جهات أجنبية هيوطدوا أكتر علاقتهم بالجهات الأجنبية، ولو عايزين يخططوا لسفر النهاردة وبكرة يومين هايلين للقيام بسفر أو للتخطيط لسفر. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.